اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني، ومع حلقه جديده في بيتنا مدرسه ورحله الملابس الجاهزه. هنكمل رحلتنا، واحنا اخدنا احنا بنخاطب طالب التعليم الفني والاسره ازاي نقدر نعمل مشروع وازاي نواكب سوق العمل. احنا اتكلمنا قبل كده عن انواع البطرون، واخدنا ايه انواع البطرونات. اخدنا البطرون المسطح والبطرون التجاري، واخدنا البطرون الصناعي والبطرونات الرقمية، وقلنا ان دلوقتي مجال التطوير والتكنولوجيا دخلت بتوسع في مجال الملابس الجاهزة، وبقى عندنا دلوقتي في بطرونات جاهزة ممكن اما بنزل اجيب ممكن اجيب الموديل بالبطرون بتاعه واقدر افصله في البيت، مش هحتاج ان انا يعني اعمل يعني عندي مشكلة في تنفيذ اي موديل انا عايزه. فدلوقتي احنا بنتكلم النهاردة هنكمل اللي احنا اخدناه. احنا اخدنا نوعين من انواع البطرون، اخدنا قلنا في نوعين من الكورساج، في البطرون اللي هو ببنس وفي البطرون بدون بنس. وقلنا البطرون اللي هو ببنس ده بيتنفذ للملابس اللي هي الأقمشة النسيج، الأقمشة النسجية اللي فيها قصات، اللي بتحتاج بنس وبتحتاج قصات برنسس وبتحتاج تكسيمات، لأن الأقمشة غير مطاطة، فبتحتاج إن هي تبقى مكسم تتكسم على الجسم وتبقى مظبوطة على الجسم، فعشان كده بيبقى بنفذها بالبطرون اللي هو فيه بنس. أما البطرون التاني اللي هو البطرون المسطح، وده بستخدمه في الأقمشة اللي هي المطاطه او الاقمشه ذات النسيج المطاط، هي ما بتحتاجش ان انا اكسمها لان هي اصلا بتاخد شكل الجسم، فبعملها بالبطرون المسطح. واحنا شرحنا خطوات رسم البطرون المسطح في الحلقه اللي فاتت، هنكمل مع بعض النهارده ازاي بقى احط الموديل على البطرون. يعني انا دلوقتي جالي العميل بالموديل، وانا الموديل دوت انا اللي بحدد الموديل ده هيترسم بانهي بطرون، سواء بطرون البلس ولا البطرون المسطح. فاحنا هنشوف الموديل وهنشوف ازاي هنحلل الموديل وهنعرف ازاي احط الموديل ده على البطرون بتاعي وعشان اعرف انفذه. باول حاجة تعالوا نبص مع بعض كده الموديل اللي قدامي. الموديل اللي قدامي هنا مديني المقاسات بتاعته، محيط الصدر 96، طول الظهر 40 سنتي، عرض الكتف 13 سنتي، محيط الوسط 80 سنتي، ميل الكتف من 3 إلى 4.5 سنتي، طول البلوزة 60 سنتي. هو اداني المقاسات اللي انا هشتغل عليها العميل، يعني العميل جاي لي بالموديل وجاي لي بالمقاسات، وانا عليا ان انا انفذ الموديل دوت سواء كمصنع او سواء كترزي او خياط في المنزل. يعني انا بنفذ اللي العميل هيقوله لي، انا بنفذ طلب العميل، العميل طالب الموديل دوت انا بنفذه له بنفس التقنية بتاعته، ما بغيرش فيه، ما بحطش فيه افكار، ما بديش اراء، ما بديش اي حاجة، انا بنفذ فقط، انا جهة التنفيذ فقط، ان انا بنفذ الموديل دوت طبقا لطلب العميل وطبقا للمواصفات الموديل، ولازم المنتج النهائي يطلع بنفس المواصفات اللي طالبها العميل. يبقى انا هنا وظيفتي ان انا البي احتياجات العميل للموديل اللي هو طالبه. طب اول خطوه انا بعملها قبل ما انفذ الموديل دوت، انا بعمل حاجه اسمها تحليل الموديل. يعني ايه تحليل الموديل؟ يعني لازم اعرف الموديل ده مكوناته ايه ومتكون من ايه ونوع الخامه بتاعته ايه قبل ما انفذ. هو مدي هو جايب القماش وجايب الخامه وجايب كل حاجه. لو انا لو هو واحده جايه تخيط عندي، طب لو انا في المصنع، لا العميل بيجيب لي الموديل وانا اللي عليا بنزل اشتري الخامات، او بيقول لي انا عايز المواصفات الخامه كذا كذا وهو بيقول لي مواصفات الخامه وبنزل اشتريها له. فهنا انا المصنع لما بيجي ينفذ العينه، بينفذ الموديل ده بينفذ عينه وبيعرضها الاول على العميل، ولو بياخد موافقه العميل عليه، وبعد كده بياخد الاوردر ان هو هينفذ منها كام بلوزه. لكن انا لو في البيت انا بنفذ قطعه واحده، فبالتالي باخد المقاسات مظبوطه، باخد الموديل مظبوط، ببدا ان انا اشتغل على القماش اللي جايبه لي الزبونه، بشتغل عليه بنفس المواصفات بتاعه الموديل اللي هي قايله عليه. ببدأ أول حاجة أعمل
بعد ما خدت المقاسات ببدأ أعمل تحليل للموديل. نعمل تحليل الموديل إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. أول حاجة بشوف الموديل، بقول الموديل بتاعي ده عبارة عن بلوزة. عبارة عن إيه؟ عن بلوزة. بلوزة دي من إيه؟ من الدانتيل. طبعا الدانتيل عندي بيبقى إيه؟ في منه لكرة وفي منه نسيج، فاللي هو الدانتيل ده لكرة. طبعا مبطن، متبطن من تحت. لو احنا شفنا في البطانة البلوزة من تحت عبارة عن كب. الكب ده معمول من ايه؟ من الستان الليكرا. يعني البلوزة من الليكرا والايه والبطانة بتاعتها من الستان الليكرا. الامام عندي فيه قطعتين. طب انا عرفت ان الامام فيه قطعتين منين؟ ان انا عندي فيه مرد في الامام. المرد اللي في الامام ده معمول باللون الاسود اللي هو الستان الاسود بتاع القماش. يبقى انا هنا المرد ده ايه؟ المرد ده تركيب. يعني المرد ده مش هيبقى مرد متصل بالايه بخط نصف الامام، لا ده مرد تركيب. يعني انا هفصل المرد عن الباترون عشان هعمله من قماش تاني. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للبلوزه. يبقى انا عرفت ان الامام قطعتين، في مرد من الامام، المرد معمول من القماش الستان. طبعا ايه الخلف عندي هيبقى قطعه واحده، ما دام في فتحه في الامام يبقى الخلف قطعه واحده. نفس موضوع ان الكب اللي تحت اللي هو البطانه اللي تحت، الكب ده متخيط في قلب الفستان. يعني هو متخيط متصل بالقلب البلوزه، متصل بيها عن طريق حرده الابط وخط الجنب، مش منفصل. يعني الكب ده متصل بالبلوزة مش منفصل. الجزء بقى بتاع الستان من تحت هلاقي برضو ان هو قطعتين. يعني الجزء الستان اللي تحت للبلوزة التانية دي قطعتين والخلف قطعة واحدة. يبقى انا عندي الدانتيل قطعتين للامام وقطعة واحدة للخلف، والبلوزة التانية اللي هي الستان عبارة عن قطعتين وقطعة تانية ايه للخلف. يعني قطعتين للامام وقطعة واحدة للخلف، وايه والستان معمول منه المرد. طب ايه تاني؟ انا عندي هنا الكم، في اتنين كم. الكم من الدانتيل، لكن في اسورة من تحت احنا شايفينها اهي. الاسورة معمولة من الستان، يعني الاسورة معمولة من القماش الستان. يبقى كده انا عندي اللي معمول من قماش الستان ايه لغايه دلوقتي؟ معمول منه القب، معمول معمول المرد، معمول منه البطون الايه الاسوره. طبعا الاسوره هنا بتبقى عباره عن ايه؟ اتنين قطعه، لان هي متركبه في الكم، واتنين قطعه للبطانه. يبقى انا لما اجي اعمل الاسوره هعمل منها هعملها ايه؟ هعملها اربع قطع، مش ايه مش قطعتين بس. نكمل الكولا. هنا الكولا بتاعتي هلاقي ان الكولا كول سبور، كول سبور عادية خالص ما فيهاش اي شغل، من القماش الستان، والكولا قطعة واحدة وطبعا ليها بطانة. يبقى انا لما اجي اعشق الكولا هعشق اطلع منها كم قطعة؟ اطلع منها قطعتين. يبقى انا عندي الكولا هتطلع قطعتين، السويرة هتطلع قطعتين. يبقى انا عندي قماش الستان هنا هيطلع منه كم قطعة؟ هيطلع منه قطعة واحدة للخلف وقطعتين للأمام، والمرد بتاع الأمام، والإسورة أربع قطع للإسورة وقطعتين ني الإيه الكولا. يبقى أنا عندي كم حاجة كده، من كم جزء كده في البلوزة؟ نحسب الستان. الستان هيبقى إيه؟ الخلف قطعة واحدة، الأمام قطعتين، أدي إيه؟ أدي كده تلات إيه؟ تلات قطع. الكم في اسورتين، ادي اسورتين وبطانتين، وبطانتين للاسورة، ادي كده سبع قطع. البطانة قطعة واحدة وليها الكولا قطعة واحدة وليها بطانة. يبقى انا عندي من الستان هيطلع تسع قطع. يبقى انا كده حسبت عندي ان الستان هيطلع منه كم قطع؟ تسع قطع. ده كده اول خطوة هعملها، ان انا بكتبها. بكتب ايه؟ بكتب القماش الستان هيطلع منه كام قطع، عشان لما اجي اعشق الباترون بعد ما اخلصه يبقى انا عارفه انا بحط ايه وبرقم ايه وبكتب على كل قطعه ايه طريقه التعشيق.
تاني حاجة بقى الايه، البلوزة اللي هي الدانتيل. الدانتيل هنا البلوزة الدانتيل هيطلع من من قماش الدانتيل كام قطعة؟ قطعة واحدة للخلف، وعندي قطعتين للأمام، وعندي 2 كم، يبقى أنا القماش الدانتيل هيطلع منه 5 قطع. يبقى القماش الدانتيل طلع منه كام قطع؟ 5 قطع. يبقى القماش الدانتيل طلع منه 5 قطع، لكن قماش الستان طلع منه 9 قطع. يبقى أنا كده عرفت دلوقتي أنا هيطلع من كل قطعة قماش قد إيه، كام قطعة، علشان أبقى عارف إن أنا إيه هرسم الباترون وهبدأ إيه أقسم القطع بتاعتي. نبدأ بقى إيه نراجع مع بعض كده. هنراجع مع بعض ازاي ايه طريقة رسم الباترون اللي احنا خدناها قبل كده. اول حاجة تقسيمة المقاسات. احنا اول حاجة بنقول للحصول على عرض الباترون للجزء العلوي اللي هو الكورساج يقسم محيط الصدر على 4، وذلك للحصول على ربع الباترون للامام والخلف. يعني انا هنا عشان احصل على الباترون عرض الباترون بتاعي بقسم محيط الصدر على 4 وايه واخد ربع ربعه اللي هو الربع دوت واعمل منه عرض الباترون. طب بيتعمل ازاي بقى؟ يعني انا هو دلوقتي مديني ان محيط الصدر 96، فباخد ال 96 واقسمها على 4 هتطلع لي 24 سم. يبقى انا ال 24 سم ده هو عرض الباترون اللي هو ايه؟ اللي هو نص الامام. انا برسم نص امام مش برسم امام كامل. يبقى انا ال 24 عندي دولت هيبقى نص الامام. تمام؟ نكمل. الحصول على طول الباترون عشان ارسم طول الباترون بقول ان طول الظهر بيساوي 1.5 سم، يعني 40 زائد 1.5 بيساوي 41.5 سم. طب ال 41.5 سم دول بتوع ايه؟ يعني ال 1.5 اللي انا زودتهم ده بتوع ايه؟ احنا قلنا ان احنا لما بنيجي نقيس طول الظهر بنقيسه من عند العظمة الخلفية بتاعة الظهر لغاية منزل على ايه خط الوسط، فهو بيبقى ده طول الظهر عندي. طب الفرق بقى هنا ان انا لما باجي ازود الواحد ونص ده بزود حردة الايه عمق حردة الايه الرقبة الخلفية، يعني الواحد ونص ده عمق حردة الرقبة الخلفية. نكمل. اولا رسم الباترون الجزء العلوي اللي هو الامام. طبعا انا هنا هرسم الباترون بتاعي المستطيل، ان انا هرسم بلوزة، فبالتالي ان انا هرسم الجزء العلوي بس اللي هو الكورساج بتاعي فقط، مش هرسم الباترون كامل. طبعا يرسم المستطيل 1 و2 و3 و4 سوي عرض الباترون وطول الباترون. يعني ايه عرض الباترون عندي هيبقى كام؟ 24 سم. طول الباترون اللي هو هيبقى 1.5 سم. يبقى عرض الباترون عندي اللي انا اخدته اللي هو ربع عرض ربع محيط محيط الصدر، وطول الباترون اللي هو طول الظهر زائد 1.5 سم. نكمل. عشان ارسم خط تحديد عمق حردة الابط بقيس اعلى نقطة 2 و3 مسافة نص طول الظهر ناقص 1 سم. يعني انا باخد نص طول الظهر اللي هو 40 ونقص منها 1 سم هيبقى كام؟ نص طول الظهر اللي هو ايه 40 بقسمها على 2 هتبقى 20، انقص منها 1 هتبقى 19 سم. يبقى انا هقيس من نقطة كام؟ من نقطة 2 و3 هقيس منهم 19، هقيس 19 سم واروح حاطة خط 5 و6. يعني انا هقيس من نقطة 3 لغاية ما اوصل لنقطة 5 هقيس 19 سم واروح حاطة خط. تعالوا نشوفها مع بعض كده. ادي كده عرض الباترون بتاعي اهو. عرض الباترون عندي 24 سم، في الطول بتاعي 41.5 سم. هاجي من نقطة 2 2 وانزل منها ايه المسافة اللي هي بتاعت نص طول الظهر ناقص 1 سم اللي هي 19 سم، واعمل خط 5 و6 اللي هو خط ايه ارتكاز حردة الابط بتاعتي عشان اقدر اعمل حردة الابط. فانا بقول هنا 40 على 2 ساوي 20 ناقص 1 ساوي 19 سم. يعني انا نزلت 19 سم عشان اعمل خط عمق الابط. طبعا هنا الباترون احنا رسمينه قبل كده، انا مجرد ان انا براجع على الخطوات بتاعت الباترون. بعد كده برسم حردة الرقبة. احنا بقولنا اخر بناخد اخر ناتج من القسمة، يعني انا باخد ال 24 دي واقسمها على ال 4 هتطلع لي فيها 6، باخد ال 6 دي
وقلنا بنستخدم اخر ناتج من القسمه بستخدمه 3 مرات في رسم الباترون بتاعي. اول خطوه بعملها عشان اعمل حرده الرقبه الاماميه، باخد بحدد من نقطه 4 بدخل 6 سنتي، واعمل نقطه 7 عشان احدد خط الرقبه بتاعي. اهي بقيس من نقطه 4 لغايه نقطه 7 زي ما احنا شايفين كده في الرسمه 6 سنتي. وباخد بعمل ايه الخط بتاعي. باجي من نقطة النقطة التانية ان هي ازاي هكمل حردة الرقبة بتاعتي دي. يبقى انا الاول حددت مكان الحردة على الخط بتاع عرض البطرون، هاجي حدد المكان التاني على الخط بتاع طول البطرون عشان يبقى حردة الرقبة اللي هي مدورة قدامي دي تبقى باينة. بقيس اسفل نقطة 4، يبقى انا اخدت نقطة 4 من الجنب من على خط عرض الباترون، وهنزل من نقطة 4 على خط طول الباترون عشان اعمل مسافة الرقبة. فباخد اخر ناتج من القسمة اللي هو 6 واروح مزود عليه 1 يبقى 7. يبقى انا عندي عرض حردة الرقبة عندي عرضها 6 وطولها 7 سنتي، يعني العمق بتاعها 7 سنتي وعرضها 6 سنتي. واعمل الدوران زي ما انا شايفة كده قدامي، ان انا عملت الدوران بتاعي وصلت 6 و7 بدوران. انا كده حصلت على على دوران حردة الرقبة الامامية. يبقى انا اول حاجة عملت عرض البطرون وطول البطرون، وقسمت البطرون يعتبر بالنص اللي هو عشان ناقص 1 سنتي اللي انا عملت منه خط ارتكاز حردة الابط، وبعد كده عملت حردة الرقبة. يبقى انا ماشي كده بالخطوات بتاعتي مظبوط زي ما احنا خدناها. انا بقى احنا بنراجع مع بعض عشان خاطر نعرف ازاي احط الموديل بتاعي على الباترون. بعد كده وصلت نقطة 6 و7 بدور 7 و8 بدوران عشان اوصل لحردة الرقبة الامامية. كمل بقى، هقيس من نقطة 1 مسافة اخر ناتج القسمة. احنا قلنا كده دي تالت مرة استخدم فيها اخر ناتج من القسمة اللي هو 6 سنتي. هاخد اخر ناتج من القسمة وادخل بيه مسافة قد ايه؟ 6 سنتي. ادخل مسافة قد ايه؟ 6 سنتي، وانزل بيه خط مستقيم على الخط بتاعي اللي هو 5 و6. ده عشان ابدأ اعمل اعمل خط ميل الكتف واعمل حردة الابط. فانا كده حددت المربع بتاعي اللي انا هشتغل عليه. يسقط عمود من نقطة 9 موازي للخط 1 و5 ويلاقي الخط 5 و6 في نقطة 10 اللي هي اللي احنا قلنا المستطيل بتاع حردة الابط وخط ميل الكتف. هاجي بقى للنقطة اللي بعدها، ارسم ميل الكتف. طبعا هو ميل الكتف مديهوني، قال لي ميل الكتف من 3.5 لـ4، لـ4.5 يعني من 3 لـ4.5. فانا لو هو مش مديني خط ميل الكتف باخد اخر ناتج من القسمه وانقص منه 2 سنتي. يعني هو لو مش مديني خط ميل الكتف، مش مديني المقاس بتاعه، انا باخد اخر ناتج من القسمه وانقص منه 2 سنتي. فهو دي الخطوات، يعني انا بحفظ كده. لازم اكون عارف قانون، انا براجع القانون بتاع رسم الباترون عشان القانون ده مهم جدا، بطبق عليه كل مقاساتي اللي انا شغال بيها. كل المقاسات اللي انا شغال بيها هشتغل بخطوات واحده وتنفيذ واحد، هي قاعده واحده للباترون برسمها، واخد بالي من النقطه دي كويس جدا ان انا خطوات الباترون لازم اكون عارفها وماشيها صح عشان اقدر اطلع الباترون بتاعي بتقنيه عاليه واطلعه صح، ما يطلعش فيه اي اخطاء. الملي عندي في الباترون بيفرق، يعني انا ما اقولش لا، وايه يعني لما يكون زايد ملي، مش سنتي ولا نص سنتي ولا لا، الملي عندي بيفرق في الباترون، بيطلع الباترون غلط. فلازم تكون مقاساتي مظبوطة في رسم الباترون. انا برسم خطوط مستقيمة، فلازم تكون الخطوط بتاعتي المقاسات بتاعتي صح، والمسطرة اللي بستخدمها في الرسم تكون مسطرة مستقيمة وما يكونش فيها اي تجاعيد، ما يكونش مكسرة، تكون سليمة عشان تطلع لي المقاسات صح. نكمل مع بعض. هنيجي هنا قلنا هننزل مسافة اللي هي من نقطة 9 هنزل لنقطة 11 مسافة 4 سنتي اللي احنا قلنا بناخد اخر ناتج من القسمة ونقسمه
نقص منه 2، او لو هو مديني خط ميل الكتف انا بعمل خط ميل الكتف. فنزلت الاربعة سنتي ووصلت الخط بتاع 7 لغاية نقطة 11 واقيس خط الكتف. هو مديني عندي خط الكتف، هو مديني عندي ايه؟ خط الكتف. فبعمل منه خط مستقيم وبقيس بقى على الخط ده الايه؟ الخط بتاع ميل الكتف. خط الكتف عندي قد ايه؟ هو مدوني كام سنتي؟ مدوني 13 سنتي. فانا بقيس على الخط بتاعي ده 13 سنتي. طبعا المفروض ان هو 13 سنتي ده هيطلع بره خط المستقيم اللي عندي اللي هو 9 و10، ده هيطلع نص سنتي بره، يعني بطلع نص سنتي خارج الخط بتاعي في نقطة ايه؟ في نقطة 12. يبقى انا كده الخط بتاعي ده اللي هو خط الكتف بيبقى 13 سنتي علشان ايه؟ اطلع منه الخط بتاع الكتف اللي هو الخط الميل. خط الكتف ما بيطلعش خط مستقيم، لازم بيطلع خط ميل، لان احنا قايلين ان الخطوط المستقيمة، انا خطوط اللي عندي جسم الانسان قسم مخروطي، فان عندي خطوط الكتف بتبقى خط مايل مش خط مستقيم. لو عملته خط مستقيم مش هيطلع المنتج عندي مظبوط. ماشي. للحصول بقى على حدة الابط، طبعا انا باخد التقسيمة بتاعتي اللي احنا شايفين كده، انا بقسم الجزء بتاعي اللي تحت ده الدوران ده اللي هي نقطة 5 ونقطة 10 ونقطة 14 عشان ايه؟ بطلع بزاوية كده 3 سنتي عشان اعمل الدوران بتاع الابط اللي احنا شايفينه ده، عشان يطلع دوران الابط عندي مظبوط. فانا بقول هنا بنصف الزاوية 11 و10 و5 ويمد خط الى اعلى ويقاس عليه بداية من نقطة 10 مسافة 3 سنتي ونضع ايه؟ نقطة 13 عشان اعمل الدوران بتاعي بتاع الايه؟ حردة الابط. طب افرض ان انا مش عارفة اعمل الدوران ده، احنا قلنا ان انا ممكن لو انا المسطره بتاعتي اللي انا بستخدمها المسطره اللي هي الطريه اللينه دي، انا ممكن اعمل منها الدورانات، بعمل بيها الدورانات والحردات لو انا ظبطتها. لو ما عنديش ده ممكن استخدم البرجل، بس طبعا البرجل مش بيفضل قوي في المقاسات بتاعتنا، لان هي البرجل بيعمل دوائر، لكن انا عندي المسطره اللي هي مسطره الاشكال الهندسيه اللي هي بيبقى فيها تبقى شبه الريجه فيها المنحنيات، المسطره المنحنيات بقدر اشتغل بيها اللي هي الدورانات والحرادات اللي عندي على البترول. فلا طبعا لو هي الموضوع هيبقى مكلف، فانا بكتفي بيبقى عندي المسطره اللي هي الطريه اللي ان انا اشتغل بيها لو انا يعني مش عايز اكلف نفسي في المهنة بتاعتي اجيب ادوات كتير، ان احنا اتكلمنا عن ادوات اخذ ادوات الحياكة دي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت. لا طبعا في المصنع بيبقى متوفر له الحاجات دي، متوفر له المثلث، متوفر له الريجة، متوفر له الزاوية، ومتوفر له المتر، متوفر له المزورة، متوفر له كل الادوات الهندسية اللي بيستخدم. لكن اللي هي ربة المنزل طبعا مش هتقدر، مش هتبقى تكلفة عندها عالية قوي لو جابت كل الحاجات دي. ف يعني انا بقترح عليكي هيبقى اكتفي بالمسطرة اللي هي السيليكون اللي هي طالعة دي، بتبقى مرنة وبتقدري تعملي بيها الدورانات والحردات وبتطلع بيها مظبوط. نكمل مع بعض. نيجي بقى لنقطة التقسيم. طبعا تقسيم الموديل حسب الموديل المراد تنفيذه. بكتب البيانات على الموديل، وده اللي انا قلته وده مهم جدا، ان انا لازم اكتب البيانات على الموديل بتاعي علشان اعرف الموديل بتاعي ده هيطلع منه كام قطع، هيطلع منه قد ايه كام قطعة. يبقى انا لازم اكتب ايه؟ البيانات، وبحدد برقم الايه؟ الموديل عندي عشان اعرف انه هيطلع كام قطعة. نكمل. هنيجي بقى عشان نرسم المرد، عشان ارسم ايه؟ المرد. انا كده خلصت الباترون بتاعي، هرسم بقى المرد. هخرج مسافه المرد قد ايه؟ انا عندي المرد البسيط ليه قاعده، كل مرد ليه قاعده، وده هناخدها في كل موديل حسب ما هناخد، يعني كل موديل ليه ايه؟ ليه قاعدته. يعني انا دلوقتي هعمل مرد بسيط، فالمرد البسيط بيبقى 2 و4، المرد البسيط 2 و4، يعني المرد 2 والبطانه بتبقى ضعف المرد، يعني 2 زائد 2 يبقى ب4، ده المرد البسيط. فانا عندي الموديل ده فيه مرد بسيط، فانا هقول ان المرد البسيط 2
والبطانة ضعف المرد، يعني 2 + 2 هتبقى ب4، يبقى انا هخرج بره خط النصف الامام، هخرج 2 سنتي للمرد و4 سنتي للبطانة. يبقى دي قاعدة اساسية، ان المرد البسيط 2 سنتي مرد و4 سنتي بطانة، ودي احفظها لان دي قاعدة اساسية للمرد والبطانة. في قواعد اساسية انا بمشي عليها في ايه، في شغلي، ما بتتغيرش. نشوف مع بعض كده. ادي المرد اهو، طبعا انا كتبت البيانات عندي على الباترون زي ما احنا شايفين كده، كاتبه كتف الامام، حردة رقبة الامام، حردة الايه، حردة قبة الامام، تكسيم الامام، خط نصف الامام. خلي بالكم البيانات انا كاتباها جوه الباترون، مش كاتباها بره الباترون. ليه بقى؟ لان انا هاجي هقص الجزء ده، انا هقص الجزء ده، فالجزء اللي هيتقص معايا ده هبقى مش عايزاه. الجزء اللي هو بالاحمر ده، لان احنا قلنا احنا بنلون الامام بالاحمر والخلف بالازرق، فالجزء بالاحمر ده هو ده اللي انا هقصه، اما الجزء اللي بره ده انا مش هاجي جنبه. فبالتالي ان انا لازم تكون بياناتي جوه الباترون عشان ابقى عارف الباترون بتاعي ده بياناتي المكتوب جوه وانا هشتغل عليه. فهتلاقي مكتوب المرد ومكتوب البطون. يبقى انا كده رسمت الباترون بتاعي بتاع الامام، وكده هو جاهز عندي على ايه، على التعشيق. فهركن باترون الامام. هعمل ايه بعد كده؟ هعمل الباترون بتاع الخلف. كده انا عندي الباترون بتاعي كامل، ما فيهوش اي ايه، اي مشكله، لان هو البلوزه عندي سيمبل، ما فيهاش اي ايه قصات، ما فيهاش اي حاجه، هي بتعتمد على اللعب بالقماش، يعني القماش هو اللي هيدي شكل جمالي للبلوزه بتاعتي. هاجي بعد كده ارسم الخلف. رسم باترون الخلف، طبعا هرسم المستطيل نفس الباترون بتاع الخلف بالظبط، عرض الباترون نفسه اللي هو 24، وطول الباترون 41.5. طبعا انا هنا بعد ما بخلص الباترون بتاعي بقيس طول البلوزه اللي هو مديهاني، اللي هو ايه، اما 60 يا اما 65 حسب الطول اللي انا عايزه. ممكن اطوله على القماش وممكن اطوله على الباترون. هنكمل مع بعض. هنا ادي باترون الخلف اهو، بحدد ان عرض الباترون عندي 24 وطول الباترون عندي 41.5، نفس الطول بتاع الامام هو نفس طول الخلف، يعني نفس العرض هو نفس العرض. هاجي بعد كده برضو عشان اعمل حردة الرقبة بتاعت الخلف، هي دي اللي بيختلف عندي عن الامام. انا عندي حردة الرقبة بتاعت الامام بتبقى مستديرة، يعني بتبقى ليها عمق عرضها 6 لكن طولها 7، لكن حردة الرقبة بتاعت الخلف بتبقى صغيرة، ما بتبقاش بنفس عمق حردة الرقبة بتاعت ايه، بتاعت الامام. نكمل مع بعض. لرسم حردة الرقبة بتاعت الخلف يتبع الاتي: يقص يمين نقطة 1 مسافة اخر ناتج من القسمة ونضع نقطة 7. احنا قلنا يقص اسفل نقطة 1 مسافة 1.5 ونضع نقطة 8 اهي، يعني انا بقيس من نقطة 1 لنقطة 7، هقيس اخر ناتج من القسمة اللي هو 6 سنتي، اللي احنا قلنا بناخد اخر ناتج من القسمة واقيسه. نفس الحردة بتاعت الامام هي نفس حردة، يعني المسافة بتاعت حردة الامام هي نفس مسافة حردة الخلف، لان انا لما باجي احط الكتفين على بعض لازم يبقى حردة الرقبة بنفس المسافة وخطين الكتف بنفس المسافة، لان انا هخيط كتف الامام في كتف الخلف، فلازم يبقى ليه الكتف مظبوط، ما يكونش واحد اطول من واحد. ده مهم جدا، عشان كده بقول ان البيانات بتاعتي، المقاسات بتاعت الباترون لازم تكون مقاسات صحيحة. نشوف مع بعض كده. نصل طبعا نقطة ايه، 7 و8 بدوران كما هو مبين ايه بالرسم، لان احنا هنا قلنا ان احنا هندخل 7 سنتي، وهاجي من نقطة 1 لنقطة 8 هنزل 1.5 سنتي واعمل الدوران. يبقى انا عندي حردة رقبة الخلف عرضها 6 سنتي وايه، وطولها 1.5 سنتي. يبقى حردة رقبة الخلف عرضها 6 سنتي وطولها 1.5 سنتي. الامام عرضها 6 وطولها 7، عرضها 6 وطولها 7. ده الاختلاف بين الامام والخلف في ايه، في الباترون المسطح ده الفرق، بس ان حدة الامام بتبقى اكبر من حدة الخلف. فاي باترون
هلاقي كده حاردة الأمام أكبر من حاردة الخلف، عشان أنا عندي إن أنا الخلف ما ينفعش إن أنا حاردة الرقبة بتاعته تبقى واسعة أو كبيرة، لأن هلاقي إن المنتج اللي طالع لي بيرمي على ورا، فبيعمل قصر من قدام وبيأثر على إيه حاردة الكتف، الاقي حاردة الكتف إيه حدفت على ورا. فلازم يكون حاردة الرقبة بتاعة الخلف مظبوطة ودورانها مظبوط عشان ما تبوظليش إيه المنتج. نكمل مع بعض. يحدد خط ميل الكتف كما سبق شرحه، زي ما احنا قلنا ان انا هنا هحدد ميل الكتف، هاجي برضو من عند نقطة 4 وهدخل مسافة اخر ناتج من القسمة اللي هي 9 سنتي، واعمل المستطيل بتاعي اللي هو هينزل على خط عمق الابط اللي احنا عاملينه، اللي احنا قلنا خط عمق الابط اللي انا بنزله 19 سنتي، وجات منين 19؟ ان انا باخد 40 اللي هو طول الظهر واقسمه على 2 وانقص منه 1، فبنزل المسافة بتاعت ايه عمق الابط اللي هي 19 سنتي. وبعدين بنزل من نقطة 9 انزل مسافة ميل الكتف اللي احنا قلنا عليها اللي هي 4 سنتي، وجات منين 4 سنتي؟ اللي هي باخد اخر ناتج من القسمة ونقص منه 2، او لو هو مديني ميل الكتف بقى ايه بعمل ميل الكتف اللي هو مدهوني، وبقيس خط ميل الكتف زي ما احنا قسناه في الامام لازم يطلع بنفس مقاس الخلف بالظبط، وبعمل حردة الابط زي ما عملتها في ايه في الامام بعملها في الخلف، وبعمل التكسيم بتاع الوسط بتاع الخلف. كده انا خلصت ايه الخلف، يبقى انا كده خلصت الامام وخلصت ايه الخلف، وحطيت في الامام القصه بتاعتي اللي هي الايه المرد، يعني انا حطيت في الامام المرد فقط. نيجي بقى بعد كده يحدد خط ميل الكتف، احنا قلناه اكتب البيانات. هاجي بقى بص هنا، انا رسم لونت البطرون بتاعي، لونت الخلف بالازرق وكتبت البيانات عليه. ايه هي البيانات بتاعتي؟ اهي بقى زي ما احنا شايفين، حردة رقبة الخلف، كتف الخلف، حردة ابط الخلف، خط نصف الخلف. طبعا هنا طبعا حددت ان ده الخلف، وحطيت ده تكسيم وسط الخلف. طبعا الخط اللي انا عملته اللي هو بالازرق ده هو ده اللي انا هقص عليه، هو ده اللي انا هقص عليه الايه البطرون. عشان كده بقول ان البيانات تتكتب جوه البطرون مش بره، عشان لما اجي اقص ابقى عارف البيانات المكتوبه دي ايه، والخطوط وايه هي الخطوط اللي هتتجمع مع بعضها. يعني انا لما اجي اخيط انا لازم تكون البيانات قدامي واضحه، عشان انا هجمع خطوط مع بعضها. وراعي حاجه تانية كمان، ان انا دلوقتي لو انا قاعد على خط في خط انتاج، لو انا البيانات مش واضحه عندي على العلامات بتاعه الترقيم والبيانات مش واضحه على القطع، انا مش هعرف اجمع، يعني هلخبط في التجميع. فبالتالي ان انا لازم اكون حاطط العلامات دي على البطرون، بسهل على اللي بيخيط واللي هيقفل القطعه دي وهيجمع القطع مع بعضها، بسهل عليه ان هو ايه عارف هيجمع ايه، هيجمع خط جنب الامام مع خط جنب الخلف يبقى هيخيطه مع بعض، هيجمع المرد مع المرد ده تركيب من لون تاني يبقى هيجمع معه. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل مع المنتج القطع وهي بتتوزع اللي هي مواصفات المنتج او خطوات تنفيذ المنتج، ومتوضحه على ايه على القطع بعد القص، عشان تقدر تبقى واضحه لايه اللي بايه اللي هيجمع القطع. نكمل مع بعض بقى. بعد ما بخلص ده فاضل ايه؟ طبعا انا رسمت الامام ورسمت الخلف، فاضل عندي مين؟ عندي الكم، كم اساسي ما زهوش. يبقى انا هرسم ايه؟ هرسم بطرون الكم. احنا اخدنا بطرون الكم الحلقه اللي قبل كده ازاي نرسم بطرون الكم، هناخد بقى دلوقتي ازاي ناخد رسم بطرون الكم بالمقاسات بتاعته اللي هو مدهان. نشوف مع بعض كده رسم بطرون اساسي للكم. احنا هناخد الكم الطويل، فاول حاجه بيقول لي هنقيس ايه بشريط القياس دوران حردة الابط الامام او الخلف، والناتج يكون نص مقاس الكم الذي سيتم رسم البطرون عليه. طب نرجع نشوف الرسمة كده. انا هنا هاخد ايه؟ هاخد حردة ابط الخلف من اول، هقيس من اول حردة من اول خط الكتف، الحردة عندي كده بتبقى من اول خط الكتف لغاية الدوران، يعني باخد الدوران ده كله بقيسه بالمزورة
بقيسه بايه؟ بالمزورة، بشوف المقاس ده هيطلع عندي قد ايه. اول حاجة بعملها يبقى انا هقيس ايه؟ ليه بقى؟ لان الخط ده هو ده عرض البطرون بتاع مين؟ بتاع الكم. يعني انا بعمل عرض البطرون بتاع الكم من خلال الخط ده. هاجي هنا هقيسه، طبعا هو مديني مقاسات قايل لي ان طول الكم 58 سنتي. للحصول على ايه؟ على نصف عرض الكم يقاس محيط الابط على البطرون بيساوي كام؟ 22 سنتي. يعني انا لما قسته بالمزوره طلع 22 سنتي، يبقى هو ده نصف عرض الايه؟ البطرون. يبقى انا طلعت نص عرض البطرون منين؟ من لما قست حرده الابط بتاعه الخلف او بتاعه الامام، فطلع عندي 22 سنتي بالظبط. يرسم الخط الرأسي 1 و2 بطول الكم المراد تنفيذه. يعني انا اول حاجة هرسم طول البطرون، طول ايه؟ طول الكم. هعمل خط مستقيم بطول الكم، ويقاس اسفل نقطة 1 نصف مقاس الكم اللي هو محيط حردة الابط، بقسمها على 2 بتطلع لي 11 سنتي. يعني ال 22 سنتي اللي انا طلعتهم دول هقسمها على 2 هتطلع لي 11 سنتي. طب انا انفذها ازاي؟ تعالوا بقى نشوفها كده تنفذ ازاي على البطرون. يبقى انا اول حاجه رسمت الخط 1 و4، متوضح عندكم كده على الرسمه. الخط 1 و4 ده خط طول البطرون اللي هو كام؟ اللي هو 58 سنتي. على فكره هو طول الكم بيبقى من 58 لغايه 60، يعني بيبقى ازيد من 60 بقى مع الناس الطويله قوي. فهو الكم بيبقى من 58 ل 60 سنتي، لان انا بقيس الكم لغايه الايه؟ الكوع ده، لغايه العظمه بتاعت الكف اليد. بعد كده بدخل دخلت من نقطة 3، النقطة 4 اللي هو دوران حردة ابط ايه؟ الامام، اللي هو عرض البطرون عندي اللي هو كام؟ 22 سنتي. يبقى انا عندي الخط من 1 ل 4 عرضه طوله 58، ومن 4 ل 3 عرض البطرون اللي هو 22 سنتي. وبعد كده هعمل ايه؟ يرسم ميل يمين نقطة 3 خط أفقي، خلاص عرض البطرون تمام. وبعد كده نضع نقطة ايه؟ 4 هو 22 سنتي. نصل نقطة 3 و4 بخط مستقيم، وأقسم الخط 3 و4 على نقطة على ايه؟ على 4. يعني أنا هاخد 22 على 4 هيطلع لي 5.5. ازاي؟ يعني أنا هأوصل الخط بتاعي اللي هو 1 و4 ده هوصله بخط مستقيم وهقيسه. الخط ده المفروض هيطلع نفس مقاس خط 4 و3، يعني خط 1 و4 نفس مقاس خط 3 و4. الخطين يعني طوله 22 ايه؟ سنتي. ال 22 سنتي دول هقسمهم على 4 علشان اطلع التقسيمة اللي عندي اللي هي ايه؟ 5 و6 و7. يعني اقيس 5.5 5.5 5.5 لغاية ايه؟ هطلع نقطة 5 و6 و7. طب انا بقى اقسم ليه الخط المستقيم ده؟ احنا قلناه قبل كده عشان اعمل دوران الايه؟ حرده الكم. اعمل دوران حرده ايه؟ حرده الكم. يبقى انا عندي هنا قسمت الخط بتاعي اللي هو 1 و4 ودخلت من نقطه 5 1 سنتي، وخرجت من نقطه 7 لنقطه 9 1 سنتي. فبقى عندي النقط الجديده اللي هي مين؟ 1 و9 و6 و8. 1 و9 و6 و8. يبقى انا خرجت قسمت الخط 1 و4، وبعدين اخدت من نقطة 5 لنقطة 4 النقطة 8 1 سنتي، ومن نقطة 7 لنقطة 9 1 سنتي. زي ما احنا شايفين في الشكل بتاعنا كده، يقاس اسفل نقطة 5 قلنا 1 سنتي، ونضع نقطة 8، واعلى نقطة 7 1 سنتي، ونضع نقطة ايه؟ نقطة 9. عشان ارسم حردة الكم بنصل نقطة 4 و8 و6 اللي هما التلات نقط من 1 ل4، من 4 ل8 و6 ل9. ماشي؟ يبقى احنا كده ايه؟ وصلنا النقط كلها ببعضها علشان اعمل حردة الايه؟ الكم بتاعي اللي هي بالشكل ده. وبعد كده بلون الكم، سواء لونته بالاحمر او لونته بالازرق هو مش هتفرق معايا، المهم ان الكم يتلون. وكتبت الايه؟ البيانات جوه البطرون زي ما احنا شايفين كده، دوران حرده ابط الامام، سوري، حرده الكم، ان ده الكم وخط نصف الكم. ماشي، دي حرده الكم وخط ايه؟ وخط نصف الكم.
ليه؟ عشان لما اجي اقص ابقى عارفه ان ده خط نصف الكم، لا لما اجي اعشقه ابقى عارفه هيتعشق ازاي. نيجي بعد كده عشان ارسم الاسوره. طبعا هنا انا لو شايفين هنا، انا هنا مش هعمل تقسيم في الكم، انا هاخد الكم زي ما هو عشان انا هعمل اسوره للكم. طب لو انا هعمل لو هو الموديل فيه تقسيم فبعمل تقسيم، يعني لو موديل فيه تقسيم بعمل تقسيم، لكن لو موديل ما فيهوش تقسيم باخد الباترون زي ما هو كده من غير ايه، من غير تقسيم. هنبدأ نشتغل على الاسوره. الاسوره بتاعتي بشتغلها ازاي؟ انا باخد الاسوره عرضها بيختلف حسب الموديل، لكن طول الاسوره هو اللي بيبقى باخد، انا باخد دوران الكم، عندي دوران الكوع ده كده بقيسه ومن خلاله باخد ايه الاسوره. يعني انا مقاس الاسوره بقيسها بالمزوره عشان اعرف انا هعمل الاسوره قد ايه. والاسوره مقاس الاسوره لازم يكون مريح، ما يكونش ماسك على ماسك على الايه على دراعي، لا لازم يكون في براح او فضفاض في المقاس. فانا بقول ان الايه الاسوره عندي هتبقى طولها 20 سنتي وعرضها 7 سنتي. بعملها زي ما احنا شايفين كده، مستطيل طوله 20 سنتي وعرضه 7 سنتي، وبحددها ان دي الخلف ودي ايه ودي الامام. طبعا بلون الخلف بالازرق والامام بالاحمر، لان احنا لو واخدين بالنا ان ده كده اللي في النص ده اللي هو معمول ازرق واحمر، ده معمول ده خط نصف الاسوره، خط نصف الاسوره. يبقى هنا عندي الاسوره خلف وامام، وايه والخط الفاصل بين الامام والخلف. والاسوره دي لما اجي اعملها، قلنا انا عندي اسورتين لان عندي كم كل كم فيه 2 اسوره، وكل اسوره ليها بطانه، يبقى انا عندي الاسوره دي هيطلع منها كام قطع؟ 4 قطع. يبقى الاسوره دي لما اجي اعشقها هتتعشق ايه؟ 4 قطع، وهتتعشق على القماش الستان مش على القماش الايه الدانتيل. يبقى انا كده عرفت الايه الاسوره دي هتتعمل ازاي. نيجي بعد كده للكوله. احنا عندنا كول اسبور بسيطه، مش كول اسبور اللي هي ايه اللي هي المركبه. انا عندي كذا نوع من انواع الكول اسبور. كل دي كول اسبور بسيطه اللي هي الكول الحريمي اللي بتتعمل في اي بلوزه او شميز من غير الكعب. انا عندي الكول الرجالي كل الفرنجي بيبقى ليها كعب، لكن دي كول اسبور عاديه. الكول اسبور عاديه دي انا بقيس بيبقى ليها طول بطرون وليها عرض، ليها طول وليها ايه عرض. طيب لو انا عايزه احدد الدوران الرقبه عندي بقيسه ازاي، يعني دوران الرقبه عندي بقيسه ازاي، انا ممكن اقيسه بالمزوره، يعني الف المزوره حوالين الرقبه واقيس الدوران كله، او ان انا بطلع بيبقى موجود عندي في جدول المقاسات دوران الرقبه. طيب انا دلوقتي ما عنديش جدول مقاسات والزبونة مش موجودة قدامي عشان اقيس ايه محيط الرقبة بتاعتي، انا مش رسمت البطرون. هاجي اروح حاطط بطرون الامام، اقيس حردة رقبة الامام واقيس حردة رقبة الخلف، كده انا طلعت دوران الرقبة. يعني اقيس حرد من على البطرون بتاعي، اروح اقيس حردة رقبة الامام الدوران بتاعه وحردة رقبة الخلف الدوران بتاعه. يبقى انا كده طلعت مين؟ طلعت الدوران بتاع الايه الرقبه ان انا هعمل له الكوله. يبقى انا لو هو لو انا مش متوفر عندي مقاس طول الرقبه بطلعه من البطرون اللي انا رسمته، ان انا بقيس دوران الرقبه الاماميه ودوران الرقبه الخلفيه وباخده بعمل منه البطرون بتاع الكوله. الكوله دي لازم تكون مقاساتها مظبوطه وصحيحه، لان هي دي اللي بتدي شكل جمالي للمنتج بتاعي، وبعتبر ان الكولا دي هي التنظيف بتاع الرقبه. يعني الكولا تنظيف للرقبه، بدل ما اركب بيه او اعمل سكاف للرقبه بعمل لها ايه كولا. فهو الموديل هنا معمول الكولا من الستان وكل ايه وكل سبور بسيط. فهاجي هنا اشوف المقاسات بتاعتي على نكمل مع بعض. اول حاجه عندي طول البطرون 18 سنتي وعرضه 7 سنتي، فبرسم طول البطرون بتاعي 18 سنتي اللي هو المستطيل 1 و2 و3 و4، طوله
18 وعرضه 7 سنتي. واقسم المستطيل ده بالنص، يبقى خلف وامام. كده انا رسمت المستطيل، عملت طوله 18 عرضه 7، قسمت بالنص الخلف والامام. هاجي من عند الامام لان انا عندي الكولسبور فيها بوزه، البوزه دي يا اما مدوره يا اما بتبقى فيها يا اما بخط مستقيم، يعني اما تبقى خط مستقيم اما فيها نسبه دوران بسيطه. هنيجي نشوف هنا كده. يبقى اول حاجه انا قلت رسمنا المستطيل بتاعي 18 في 7، وعملت المستطيل زي ما احنا شايفينه كده اهو. بينصف المستطيل طبعا طوليا في نقطه 5، وتنصف المسافه من نقطه 4 الى نقطه 5 ماشي. وعملنا الخط الفاصل بتاعي. بعد كده هاجي من عند نقطه 4 هنزل 1 سنتي واحط نقطه 7 زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وبعد كده هخرج من نقطه 3، هخرج من نقطه 3 لنقطه 8 3 سنتي. يبقى انا نزلت 2 سنتي وخرجت 3 سنتي، ورحت موصلاهم بخط مستقيم زي ما احنا شايفين كده، عشان يطلع شكل شكل البوزه بتاعه الكولا اللي عندي هنا. بعد كده وصلت الخطوط كلها ببعض، فبقى عندي شكل الكولا اهي. بعد ما لونتها بقى طلع عندي شكل الكولا كده. دي الشكل النهائي للكولا، ادي الخلف وادي الامام، والبوزه بتاعه الكولا طلعت معايا مظبوطه كده. يبقى كده الكولا دي هتطلع هتطلع من قماش الستان، هيطلع مني منها قطعتين، قطعه ني الكولا وقطعه ني ني البطون ماشي. كده احنا عملنا البطون. كده بقى انا هجمع خطوط القطع البطرون اللي عندي اللي انا عملتها. اول حاجه ادي الامام اللي انا هقصه، وادي الخلف اللي انا هقصه، وادي الكم والكولا والاسوره اللي انا هبدا احطهم على القماش عشان اعشق. احنا كده هنعشق بالظبط؟ اللي هيتحط على القماش الدانتيل الامام والخلف والكم، الامام والخلف والكم. اللي هيتحط على القماش الستان الكولا والاسوره، وهاخد جزء من الامام وجزء من الخلف اللي هو الكب عشان احطه على على القماش الستان. كده احنا خلصنا النهارده الجزء بتاع ازاي احط موديل على البطرون. في الحلقه الجايه ان شاء الله توفر لينا هننفذ البلوزه، هوريكم ازاي ننفذ البلوزه على على القماش، ازاي نعمل القص، ازاي نعمل تعشيق على القماش. وهنكمل برضو ازاي ناخد بطرون البنطلون، بطرون البلوز الجيبه، وهناخد البطرون بتاع الكورساج بتاع البنسات. اتمنى ان انتم تكونوا اتوفقتوا النهارده في الحلقه بتاعتنا، وتكونوا استفدتوا منها، وتكون المعلومه وصلت ليكم صحيحه. واحنا انا اي سؤال اي استفسار احنا تحت امركم، واراكم على خير الحلقه القادمه ان شاء الله.